السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله خوتي خوتاتي غادي نتقاسم معكم الطريقة ديالي في تحضير الحريرة مغربية. كتجي بنينة بزاف، ما تشبعوش منها، الريحة ديالها كتشم الراس ديال الدرب بدون مركز الطماطم. إن شاء الله تعجبكم الطريقة ديالي وتعتمدوها. وندوزو الوصفة مباشرة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا في هذا الكوكوط عندي 6 ديال الحبات ديال المطيشات، يكونوا كبار حمرين وطيبين، بحيث ما غاديش نديرو مركز الطماطم. ضروري هاد المطيشة خاصها تكون اللي نخدمو بها حمراء وطيبة. 6 ديال الحبات غسلتهم، ملي تسلقو طحنتهم في الماء اللي تسلقو فيه لأنهم راهم مغسولين المرة الأولى. من بعد ضفت عليهم واحد البصلة صغيرة محكوكة، وهنا ضفت واحد زلافة مع معمراش ديال الحمص اللي مرطاب ليلة كاملة في الماء. هنا عندي هاد العويدات هادو ديال القزبر والمعدنوس والكرافس. المهم خديت قبطه ديال الكرافس، قبطه ديال القزبر، وقبطه ديال المعدنوس، قطعتهم وغسلتهم نشفتهم وقطعتهم. درت هنايا المهم درت تقريبا، المهم خليت غير معلقه، درت كثار من النص، خليت غير معلقه حتى الاخر. بالنسبه للتوابل عندي الملح حسب الذوق، عندي ملعقه صغيره ديال القزبر يابس حبوب، عندي نص معلقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ملعقه صغيره ديال السكنجبير، واحد ربع معلقه ديال القرفه البلديه، وعندي واحد شويه ديال ربع مكعب ديال الزعفران. غادي نحتاج واحد الملعقه ديال السمن، هذا السمن ديال الكسكسو. وإلا عندكم العدومه ديروهم، راها كتجي زوينه. انا صراحه غير سلاوليه، راه كتجي روعه بالعدومه، كتجي بنينه بزاف. وإلا عندكم تقطعات ديال اللحم بغيتو ديروهم ديروهم صافي. وعندي العدس واحد الكميه غير قليله، تقريبا واحد نص كاس ديال العنبه او كاس لاروب ديال العدس اللي رطبته في الماء، يكون منقي ومرطباه في الماء. صافي هنايا مرقت، درت الماء، وغادي ندير الكوكوط فوق البوطه. صافي هنايا ملي غلات حطيتها فوق البوطه حتى غلات، غادي نسد عليها. غادي غير تبدا تصفر ونحسب 20 دقيقه على نار مهيله. المره الاولى كنجيو نجهدوا العافيه، غير كتبدا تصفر صافي وكنقصوا العافيه. حسبت 20 دقيقه هنا، حليت عليها. ملي دازت 20 دقيقه هنا غادي نرمي العدس. العدس لحقاش راه مرطاب، راه دغيا غادي يطيب لينا. هذا راه عدس بلدي، غادي نسد تقريبا غير واحد 7 دقائق، ودائما على نار مهيله. اي حاجه كطيب على المهل راه كتجي بنينه وكتجي زوينه. صافي سديت على الكوكوط، وغادي نمشي نوجد باش ندورو الحريره. انا عندي الدقيق، الدقيق دائما كيبقى على حسب الرغبه. كاين اللي كيبغي الحريره شويه تكون خفيفه، وكاين اللي كيبغيها ثقيله. حنا كنبغيوها زعما في الوسط، ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش تاني خفيفه بزاف. صافي وغادي نطرب بالماء، نطلق هذا الدقيق هذا. المهم ملي خلطته صفيته باش ما يبقوش عندي حبيبات ديال الدقيق. وعندي هنايا المقارونيه ديال الحريره ديك اللي شويه غليظه، المهم ديال الحريره معروفه. صافي انا حليت على الكوكوط، ملي دازت تقريبا ديك 7 دقائق حتى 10 ديال الدقائق، العدس صافي لقيتو طاب، ورميت هنايا المقارونيه. كنرميها هي الاولى، وعاد غادي ندير الدقيق باش ملي كطيب ليا المقارونيه حتى الدقيق راه كنعرفو راه طاب. انا غنحيد هاد الحزمه هادي ديال دوك العويدات ديال الربيع، وهنا غادي ندير الدقيق. غادي نخلط بالخلاط اليدوي، وايدنا تكون خفيفه، وخصنا نبقاو حدا الكوكوط باش الدقيق ما يحتلش لينا في الكاع ديال الكوكوط. ضروري مع التحريك ديروا شي مغرف ديال العود تحركوا بها، راه احسن من هذا. ايدكم خاصها تكون خفيفه ملي تزيدوا الدقيق، لان الا ما كانتش ايدكم خفيفه غادي تكتل ليكم.
النار تكون ما تكونش مجهده بزاف، تكون متوسطه عاديه، ونخليوه هكا يطيب وحنا كنحركو ضروري مره مره نحركو. بقاو في الكوزينه، مشيت مشيو تغبروا، تغفلوا عليه شويه كتلقاوه دقيق كامل بدا كيلصق في الكاع ديال الكوكو. وهنا كما كتشوفوا معايا انا يعني راها طابت، كدير واحد القشره، هذيك القشره ملي كتولي بحال اللون ديال الحريره كتولي حمراء، صافي راها طابت. وغير قلبوا غير المقارونيه، شي ملي كتبان لكم المقارونيه راه طابت، صافي راه الدقيق حتى هو راه طايب حيت راه كلشي طيب. صافي، واخر حاجه ضفت هي ديك الملعقه ديال الربيع اللي خليتها هي اخر حاجه، عاد ضفتها. والحريره ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي بنينه بزاف مع شويه ديال التمر او طيبيطات ولا الشباكيه، كتجي لذيذه بزاف صدقوني باللي راه كتجي خطيره بدون مركز طماطم، كتجي واعره. واذا بغيتو نتوما مازال تهلاو فيها شويه ديال العدومه او ديروا صراحه العدومه احسن من اللحم، احسن من دوك التقطيع ديال اللحم، انا كيعجبوني العدومه. وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، و الى عجبكم فضلا وليس امرا ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم فائده. ما تنساوش تشجعوني بالتعليق الزوينه ديالكم لي جيم، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.